بونجور البنات. الوغ بالنسبه للكلاصاج ديال اليوم اللي درتها نتوما كيف كتشوفوا كي صباح درت لي لاكريم اللي عطاوني نيت هما و بوغ ايدغاتي لي ليفغ ديالي زوينين. الوغ حاجه وحده اللي سولوني عليها الناس فين نقدروا نديروه حنايا وسي في المغرب يعني سواء في كازا ولا في مراكش، فعندكم ميمي ميكرو بلايدين افي لا ميم شوز تعطي الميم ريزولتا، صوف كيما كتعرفوا انا ما كايناش في المغرب، داكشي علاش اضطريت باش نديرو هنايا و جانوري ماغ باش باش نبقى كنشوف قلم في زرقين، وفيت ماشي زرقين، زرقين، انا سمرا، الوغ فوالا، إلا كنوفتان زرقا تقدر دير كلاصاج ديالها و تبدل اللون بحالي هاكا، و كتفيقي زوينة و كتفيقي محمرة و كتفيقي فنة و تقدر ديري مع الصباح. بالنسبه للبنات اللي سولوني على لا غام ايت غلوري اشنو اللي عجبني انا وان هي اللي فريمون لقيت فيها راحتي من بعد هاد لاسمين كلها ديال التجارب مع ايت غلوري، فاللي عجبني هو هذا عود باسيون كنديرو تولي جو اللي ما كيخطانيش حتى حدا راسي، فمن بين الاشياء اللي ولات يوميه عندي فجو كونساي هذا. نوبليي با بروفيتي في الكود برومو غلامور دخلوا لعندها يعني عندكم 20% من لو بري نورمال يعني كيبقاو 144. فاش كنقول 144 ليميتي الوحده يعني اوليو دو 180 بالكود برومو غلامور 20 اللي هي موان 20% كتبقى ب 144 ليميتي. ابخي الا بغيتي تاخدو كاملين الا بغيتي تاخدو الباك كاملين تاع لي 4 بارفان تاع باردون تاع لي 5 بارفان غنحط لكم تو دو سويت لافيش ديال لي كود برومو ديالهم. فا اوليو دو بخوندغ مثلا وحده ب 144 وشوفي شحال غادي تدارو غادي تقامو ب 984 كتقدري تاخذيهم بخمسه وغادي تقامو عليك غير ب 764 درهم. فهذا كود سبيسيال غلامور نيزيتي با اكونتاكتي ايت غلوري او نون دو غلامور. بيزوات. صباح زوينات صافا لاباس عليكم. اول حاجه بغيت نشارك معكم هي كما كتشوفوا انتم وجهي ما دايره لي حتى شي حاجه. دروكا غادي ناخذ هذا لاكريم اللي عطاوني في داك لوسونتر اللي هو اللي مشيت درت فيه الكلاصاج وغادي ندير فكما كتشوفوا مي ليفغ لا كولور زوينه. اون بلوس انا اشنو قالت لي عطاتني موعد اخر وقالت لي هذاك الموعد الا انتي خفيف فانتوما غادي تقولوا لي الا كان خفيف يعني بغيت نقوي اللون راه غادي نقوي اللون في لا دوزيام سيونس، الا كان كثير فهي غادي تخفف لي اللون، الا كان ترو كوراي باسكو هادي سي لا كولور كوراي البيش كوراي غادي ندير بينكي اللي هو غوز يعني اللي يعني غادي يبان لكم نتوما كيفاش غادي يكون اللون. سورتو كو انا شوازيت الكوغاي علاش البنات السمرات خاصهم يشوازيو الكوغاي علاش غتسولوني علاش غنقول لكم باسكو ما كيجيش معنا حنا الغوز ماشي شي حاجه واو صافي كيجي معاك فاش كتلبسي وكتكوني بيان ماكي وغديري ان روج على غوز وي، ولكن باش ديري الكلاصاج غوز وانت عارفتي راسك قمحيه فنو نو يعني ميم هي قالت لي تو بيان شوزي اي دايوغ انا كنت وقت في 2019 فسالا ميم شوز جي شوزي هاد لا كولور هادي وبقاو لي ميلاف زوينين و سا سي اكليغسي ميلاف من بعد لانه دو ناتور انا عندي هاد الشفه الفوقانيه بلو فونسي كو هاد الشفه التحتانيه هادي اون شوز هادو سي دي كولور
اللي كنعطيهم لكم بوغ شوازير لا بون كولور. لا بون كولور الليفغ ديالكم على حسب على حسب لا كولور ديالكم ناتورال بعدا ديجا فوجهكم على حسب نتوما. نتوما كما كتشوفوا ها نتوما لا كولور ديالي، واللي شافت راسها عندها بلوزو مو لا ميم كولور كو موا فما عليها الا تختار هاد لا كولور هادي. راه حطيت لكم انا في ستوري، جو ايسايي نحط لكم في ندير ان ريلز بلا كولور ديال ميليفغ اكطوال. اوكي الوغ واش تقشروا ليا ام تي بو هاد لابوم؟ خديتها من عندهم هما، عطاو ليا يعني داخله في لو بري اللي خلصت. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الاي في بيرس، فالاي في بيرس انا كناخذو كما العاده دو فوا بار جور، وحده في الصباح وحده في الليل. فدروكا غادي ناخذ زوين مانيفيك لوغو ديال واعر. اهم حاجه انا لوغو ديال واعر، اون بلوس فاش تكون شي حاجه مفيده بحال ما كان الشعر ولا الذات ولا الجسم ولا يعني الانسان بصفه عامه، وكتكون بنينه ف ونزيد با اننا ناخذوها ميم تكون 4 ولا 5 فوا. هاد اون شوز. الحاجه اللي بغيت نشرح لكم على الاي في بيرز البنات، سمعتوا ان جميل جوف انفيرمو قال وهذا اكسيتيرا، ولكن هذا ما كيمنعش انني لقيت واحد يعني واحد تطور كبير في شعري، في الزغبه وفي لا تيكستور ديال شعري كما كتشوفوا بالاي في بيرز. حاجه اخرى البنات بغيت نشاركها معكم، سي كو عندكم كود برومو غلامور 10، هي 10% ناقص 10% بالنسبه للاي في باز في لو سيت اوفيسيال ديالهم نتاع بيوتي دي جي. راه غادي نحطو لكم اللي مكتوب بالزرق عندكم لاباج ديالهم. الى عندكم اي سؤال نيزيتي با لي كونتاكتي ديريكتومون البنات. بلوس اوتر شوز، كاينين 3 بوتي بحال ما هادو سولمون 600 درهم. هذا هو لوفر اللي دايرين هنايا في المغرب، ماشي يعني تما في المغرب. ودابا البنات جيت باش نعاود نحط لكم النمره اللي تواصلتوا معها وتواصلوا معها بزاف منكم، واللي غادي كان اللي غادي يكون الجيف واي ان شاء الله هاد الويكاند غادي نكون انا فيه. فا الا كنتي محتاجه انك تكبري صفحه الانستغرام ديالك بمتابعين حقيقيين مغاربه اللي تستفدي منهم ويستفدوا من الصفحه ديالك، سواء كدير جو بلوغينغ ولا كتبيع شي حاجه، كتبيع شي حاجه من الدار، كتوفر على شي منتوج قابل على 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 مشروع، كديري ايتود ديال شي حاجه، اي حاجه. كون جو بار ديتود ايتود ديال ان مارشي اللي خدامه بسوق انترنت، اي حاجه اي حاجه اي حاجه متعلقه بالتوسكي انستغرام تواصلوا مع هاد. كما قلت لكم كنتي خدامه من الدار، كتبيعي ان برودوي، كتبيعي ان منتوج، بيتي متابعين حقيقيين. الجيف غادي يكون هذا الاسبوع ان شاء الله، نزيد با انك تعيطي لهاد النمره وتشاركي معنا في الجيف واي. مرحبا بكم كاملين، واكيد اكيد ان شاء الله غادي يكون من هنا لقدام كل جديد وكل اشياء فنات الفرع ديال فروعي. موح عليكم. ودابا البنات جيت باش نشارك معكم لا كريم ديالي اللي صافي اون سيمين وانا كناخذها، كولزا سوتون كريم ايدغاتونت انتي بيغمون اي انتي اج à base de l'huile de figue de barbarie ou l'argan ou le beurre de karité. Faut que tu sois clé où j'ai mlis, mlis, mlis. Faut que tu m'as chauffé hier. Voilà, chauffe. La texture de la me fait chériha. Chériha. Voilà, me fait chériha. Voilà, parce que c'est naturel, c'est sans produits chimiques. Ça d'arrondir les produits qui sont naturels sans produits chimiques. Qui coûte cher. Mmh. 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 Voilà.